البدايه بشكركم طبعا على التغطيه الجميله دي. انا طبعا ماليش ان انا اقيم لان احنا اللي عاملين الموضوع، لكن انا سعيد جدا جدا بردود افعال دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي بالتنظيم، وقد ايه هو يعني اشاد بالنظام تبدو كده ان البدايات يعني مبشره بالخير. مستر موري كيتا برضو رئيس لجنه الاحتكام كان سعيد جدا جدا بالنهارده باليوم كتنظيميا. الحمد لله احنا بنسهر على التنظيم وعلى اداره الموضوع لاوقات متاخره. بشكر اللجنه المنظمه اللي معايا اللي هم اوريدي 90-95% منهم هم اللي كانوا موجودين في بطوله السيدات، واللي الحمد لله ربنا كرمنا بالتتويج فيها برئاسه اخويا الدكتور محمد سراج، بشكرهم جدا على مجهودهم. الحمد لله احنا بنتعب جدا في تنظيمه وبنسهر عشان يطلع بالشكل اللي يليق باسمه ومكانه النادي الاهلي وكمان باسمه ومكانه الكره الطايره الافريقيه. فانا سعيد على قد الضغط وعلى قد ان احنا بياخد مننا وقت ومجهود كبير، لكن الحمد لله في الاخر النتيجه بتبسطنا وبتريحنا. نامل ان دي تبقى خطوه ايجابيه قبل بكره ان شاء الله كافتتاح البطوله باذن الله، وندعو الناس كلها انها تشرفنا في الافتتاح اللي هيكون الساعه 7 قبل مباراه النادي الاهلي الساعه 8 مع فريق ساحل العاج، وان شاء الله تختتم البطوله باذن الله بالتتويج عشان يبقى النادي الاهلي يعني يكمل التابلو زي ما بيقولوا بالتتويج، وفريق الرجال يفرحنا ان شاء الله زي ما عودونا. نامل انها تطلع زي ما احنا خططنا لها بالظبط، عشان لو طلعت زي ما خططنا لها هتكون حاجة لطيفة جدا، هتدي فيدباك كويس جدا جدا عن احنا كشباب. بصراحة مجلس الإدارة ما بيتأخرش عننا خالص، موفر لنا كل الدعم، مدينا مساحة كويسة ان احنا نبدع فيها وبعد كده نقعد ونقيم ونتكلم ونعدل. ما فيش حاجة بتطلع 100%، ولكن نسبة رضا الناس عن اللي بيحصل بتديك مؤشر انت واصل لفين، ومنها تطلع للأعلى بإذن الله. هو طبعا نظرة لبعض الأحداث اللي حصلت في المباراة الختامية، احنا دلوقتي شغالين على قدم الوثاق بحيث ان احنا الجمهور يبقى ليه تواجد. اول ما هيبقى فيه بعد ما يعني يبقى فيه مراسلات ما بيننا وما بين الجهات الامنيه، اول ما نوصل للشكل النهائي طبعا هنعلن عنه. الجمهور ده بالنسبه لنا هو رقم واحد، ولكن في نفس الوقت لازم نتبع التعليمات الامنيه لان هم ادرى بامور كتير جدا. ما تنساش ان النادي الاهلي وصاله الامير عبد الله الفيصل موقعها حساس جدا، واي دروب ممكن يعمل مشكله. فالى الان الوضع الحالي هو حضور باذن الله الجمعيه العموميه، اعضاء الجمعيه العموميه للافتتاح بكره، واحنا شغالين على قدم وساق ومع الجهات الامنيه، واول ما نوصل ان شاء الله احنا ضاغطين بقوه في الحته دي، لان احنا عارفين ان احنا ما نقدرش نستغنى عن الجمهور في حضور المباريات. وباذن الله في المباريات الادوار اللي جايه خصوصا النصاب للنهائي والنهائي ان شاء الله الجمهور هيبقى متواجد باذن الله بالشكل اللي يليق ويكمل الشكل النهائي للبطوله، ونفرح كلنا ان شاء الله. We'll be right back.